ولاد فسنطين رمضان حنا كيف كيف جزائريين عندكم والو عنا والو بترول والغاز تاعنا سخورين توما موا عندكم البور كاين فيكم يحرق بابور نواد الحاد عنا الفوبور زادوا له سيادية كناطنا عالين حديد يصلحو غير السويسيد وحدك راه بغاي صوتي جابوا له البوليسية الهم المونيمون حماري بارك من صديد حتى من ما يا خوتي وجبد على باس نسيدي مسيد So now democracy can rise in Algeria Algerians fight for democracy be alright all Algeria كل واحد منا شومر قصه حدا باب دارو معيشتنا معيشة السلطان قعد القهوة والقارو سهرتنا سهرة طويلة معنا الفار معنا ارتيلة كنا في كاظم السعدين نسحس في نوطات بلوز مانيش حاب نطول الكلام المساج قادر ما يوصلش شوف ربي والمكتوب ليتي تلا ما بطلش مع القصة انا نكتب كان كلامي يجي لساني يلزم لو ان شان رابور سمعو يقولي خف الامي So now democracy can rise In Algeria, Algerians fight for democracy. Be alright, all Algeria. هذا كلام عادي مفهوم في خاطر ولاد القصبة وخاطر كل شاب مهموم. حنا نسنا في الفرجة خلوني نزيد كلمات فهم بهم هذا الأزمة. كي دراري كي البنات حنا نحتاج غير الخدمة قولوا الدين رايح ويطيح قول روحك من العقبة كان صحاب الكونتينر ملايين صحاب الصبة سو لبون دي جينيرو بلام يسرط فيها كليرو يغاولها بكارو سطلة غابلو حساب الملاير سو ناو Democracy can rise in Algeria. Algerians fight for democracy. Be alright, all Algeria. خدمة ما كانش في هذا البلاد ورا كل باب تلقى كذاب. لي بروميس طايحين كي النور روح مهني أنا نعاونو. ما في صحراء وداروا لها حساب لسي باسي زيد مع الاحباب ما عندوش المعرفه غير يروح اسكرو سرق عندوش كلمه كيفاه تحب يمدلك خدمه خليها الواحد اخر بيحلو بالملايين جي منهم يحكم كرسي في يلصق ويكروشي جيب صحابو الفاميليا صفقتو ما يبعين So now democracy can rise in Algeria Algerians fight for democracy be alright all Algeria انا مازلت بوان غني افهموني يا لي جون لا ما زدتوش وشفتوني قولوا الله يرحم الشهداء كان لي قال لي غير خطيك تكمل هكذا راك تباصي قلت له يا خوبي انا تعرف لكان ديموكراسي ماني نشعر ماني نغني ماشي هذا لي يشهرني كان هذا واجب عليا
درتو باسم الجزائريين. So now democracia can rise in Algeria. Algerians fight for democracia. Be alright, all Algerians. Now democracia can rise in Algeria. Algerians fight for democracy. Be alright, all Algeria. So now democracy can rise in Algeria. Algerians fight for democracy. Be alright.